بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. هذا هو المجلس 36 من مجالسنا التكوينية في العقيدة السنية. كان آخر ما ذكرناه في المجلس التكويني السابق المنطق الأرسطي، بيناه وذكرنا ذم العلماء له وسبب ذلك، ثم أتينا على أدلة عقلية تبطل المنطق الأرسطي، وأشرنا إلى غير هذا من الفوائد. ونأتي الآن على معتقد باطل آخر الإسلام بريء منه، انتشر في البلدان التي تقل فيها السنة النبوية وأئمتها، ويكثر فيها الجهل والخرافة، وتسمى بالكشف والرؤى. الكشف من خلال المعنى اللغوي الذي هو التجلية والإيضاح، قد تفهم شيئا من معناه الاصطلاحي المذموم، لأن الكشف هنا المراد به الوصول إلى ما خلف ما تشاهده العين من معان ومحسوسات. ولهذا عرفه الجرجاني في كتاب التعريفات بقوله: وهو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الخفية وجودا أو شهودا. انتهى. يعني إن شئت قل الكشف هو ادعاء الغيب، وأول من ادعى الكشف وانتشر فيهم هم غلاة الصوفية، وهو عندهم مقامات مختلفة ولكل مقام تعريف، ولكن كل التعاريف تصدق على بعضها البعض، وهذا مما ميز الصوفية من انطلاقا من تعريفهم لكلمة الصوفية إلى ما يدينون الله به مما الإسلام منه بريء. تميزوا بالتناقض وعدم الوضوح وكثرة التعارض، فعندهم من مقامات الكشف الخاطر. ويقول فيه شيخهم ابن عربي في اصطلاحات الصوفية: الخاطر ما يرد على القلب والضمير من الخطاب ربانيا كان أو ملكيا أو نفسيا أو شيطانيا من غير إقامة، وقد يكون كل وارد لا تعمل لك فيه. انتهى كلامه. فهذا كأنه يعني همس داخلي يحدث في قلب الصوفي، وبطبيعة الحال لا يعلم مصدره، ولكن تزيين الشيطان يقتضي له أن يقول هو خطاب رباني أو ملكي، ولا يقول هو من نفسك أو هو من وسواس الشيطان لك. فيجد الصوفي في صدره خطابا، سواء كان إخبارا أو أمرا أو نهيا، فيقول كما يقول بعض شيوخهم لمريديه: حدثني قلبي عن ربي. وهذا قمة في استغباء عقول المريدين. أيضا من المقامات ما يسمونه بالوارد، يقول شيخهم: وهو ما يرد على القلب من الخواطر المحمودة من غير تعمل. يعني باعتبار ما سبق في بيان الخاطر، يكون الوارد هو خطاب الله والملك في نفس الصوفي، فيخرج به خطاب النفس والشيطان. يسمون خطاب الملك إلهاما، وخطاب النفس هاجسا، وأن خطاب النفس فيه وعليه. أيضا من المقامات عندهم التجلي، وهو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب، هكذا قال شيخهم ابن عربي. وترى أن هذا هو شأن الصوفية كما أشرت من تناقض وتداخل، فكل هذه المصطلحات فيها تداخل، وكلها تعاريفها تصدق على بعضها البعض، ولكن كي يهربوا من هذه الفوضى يتشدقون في التعاريف كأنهم يميزون بعضها عن بعض، والحق أنها كلها بتعريف واحد، وهو ما ذكرناه من كلام الجرجاني أعلاه. من المقامات المحادثة، قالوا هي خطاب الحق للعارفين من عالم الملك والشهادة، كالنداء من الشجرة لموسى عليه السلام. ولهم المسامرة، وهي خطاب الحق للعارفين من عالم الأسرار والغيوب نزل به الروح الأمين على قلوبهم. ولهم الذوق، وهو نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه. ولهم البصيرة، وهي ملكة ترى حقائق الأشياء وبواطنها كما يرى البصير ظواهر الأشياء المادية. هذه كلها تعاريف قالها ابن عربي، وهي معتمدة ومعتبرة عندهم، ولكن كما ترى
إذا أردت أن تميز بين مقام ومقام لم تجد شيئا معتبرا تميز به، بل كلها ادعاء للغيب. هذه كلها مقامات الكشف، وهي كلها تنطع وتكلف في اختيار الألفاظ لمعنى واحد فقط. وقد أجاد الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة عندما عرف الكشف بكل أنواعه قائلا: يعني عندهم رفع الحجب أمام قلب الصوفي وبصره ليعلم ما في السماوات جميعا وما في الأرض جميعا. إذن من خلال ما سبق يمكننا أن نقول إن الكشف هو إعطاء صفة خاصة بالخالق للمخلوق عياذا بالله، لأن علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى عن نفسه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والله سبحانه وتعالى أخبر أن الغيب يطلع بعضه لمن يشاء من رسله وأنبيائه وليس لباقي الناس وعامتهم. قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقال أيضا سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ثم اعلم أن ادعاء الكشف لدى الصوفية هو غاية في الوقاحة، فكأنهم يقولون، وقد قالوا هذا فعلا كما في بعض مقالاتهم: نحن أعلم من رسول الله لأنه لم يصل للكشف ونحن وصلنا. وهنا يا إخوان انتبهوا واربطوا بين مجالس ما سبق من المسائل من تقديم العقل على النقل ومن رد علماء الإسلام على المنطق الأرسطي، لأنهم اشتركوا هنا في شيء وهو استصغار الرسل، وأن الرسل لم يبعثوا للناس عامة وإنما أرسلوا للعامة لا الخاصة. أما الخاصة فهم الفلاسفة وهم في غنى عن الرسل، الخاصة هم شيوخ الصوفية الذين وصلوا لدرجة الكشف الذي نحن في بيانه. ينتبه لمثل هذا. فالصوفية هنا قالوا: نحن أعلم من رسول الله. لما؟ لأنه لم يصل للكشف ونحن وصلنا. وفعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعي الغيب، بل أخبر منه بما أخبره الله عز وجل. لهذا يقول الله عز وجل: قل أي محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وقال أيضا سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بل ادعاء الكشف طعن مباشر في صدق ربنا عز وجل، لأنه تكذيب له. وقالوا هم بلسان حالهم: نحن نشاركك في علمك المطلق يا الله، عياذا بالله. والله سبحانه وتعالى قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومعلوم بإجماع العلماء المعتبرين من أهل السنة والجماعة أن الغيب لا طريق له إلا واحد لا ثاني له، وهو الوحي. وهذا بنص قوله سبحانه وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب، كيف وصلتك؟ كيف صارت عندك؟ نوحيها إليك عن طريق الوحي. فما أخبر به صلى الله عليه وسلم من غيب إنما هو عن طريق الوحي، وقد انقطع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم، فكيف يصل هؤلاء الدجاجلة إلى الغيب؟ إذن هو وحي من الشيطان، الشيطان يعبث بهم ويتلاعب بدينهم وعقولهم حتى يصلوا للكفر والجنون كما هو معروف وكما هو مجرب عنهم ومشاهد. والله سبحانه وتعالى ينفي علم الغيب عن الشياطين أصلاً الذين هم طريق هؤلاء الصوفية الذين يدعون الكشف. إذن تصير المعادلة: جاهل ضعيف يأخذ علما يزعم أنه غيب من جاهل ضعيف خبيث.
يقول الله سبحانه وتعالى: فلما قضينا عليه الموت، أي على سليمان عليه السلام، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر، أي سقط، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن والشياطين لا تعلم الغيب. على كل حال، لا يزال في هذا الموضوع كلام، وحتى لا يطول المجلس لنا تتمة فيها نوع تفصيل وتأصيل حول قضية الكشف والرؤى، كيف هو دين عند الصوفية، ونبين بعض ما يدحض هذه الخزعبلات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.